هل تعلم لماذا لا تحب القطط الأبواب المغلقة؟ لنفس السبب الذي يدفعنا لاستكشاف الفضاء البعيد. نحن ننتظر بفارغ الصبر المركبة الفضائية فويجر 1 وفويجر 2 لمغادرة النظام الشمسي، لكن هل سيكونون قادرين على القيام بذلك؟ ولماذا لن نعرف عنهما أبداً؟ شكل المسباران المزدوجان أعماق الفضاء لأكثر من 40 عام، ولكن على الرغم من حقيقة أن فويجر 1 تقع الآن على مسافة 22 مليار كيلومتر من الشمس، وفويجر 2 على بعد 18 مليار كيلومتر، فقد طار حوالي 1/1000 من المسافة إلى حدود نظام الشمسي. حتى وفقاً لتقديرات وكالة ناسا الأكثر تفاؤلاً، ستحتاج فويجر 2 إلى حوالي 30,000 عام للوصول إلى الحدود الخارجية لسحابة أورت، وهي منطقة كروية نائية في النظام الشمسي حيث تأتي منها المذنبات. لكن هذا لا يعني أننا سنفتقد اكتشافات مذهلة، لأن المسابير قد نقلت بالفعل الكثير من البيانات الفريدة إلى الأرض. يرجى الانتباه، تقوم قناة ريدل بتوصيل جهازك لتلقي إشارات من الفضاء، هل تسمعها؟ هذا هو صوت البلازما الكثيفة المهتزة في الفضاء بين النجوم، والتي تمكنت فويجر 1 من تسجيلها في عام 2012 و2013. مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ كلا المركبتين كما في السابق تنقل البيانات بانتظام من أبعد منطقة في النظام الشمسي، والتي لا نعرف عنها شيئا تقريبا. غادرت فويجر 1 الغلاف الشمسي وهي فقاعة تقليدية منتفخة بواسطة بلازما الرياح الشمسية في وقت مبكر من عام 2012 على مسافة 121 وحدة فلكية. في هذا الوقت توقفت مستشعراتها عن اكتشاف اتجاه تدفق جزيئات الرياح الشمسية. حدود الغلاف الشمسي تسمى الهيليوبوز، وهي المنطقة التي يصطدم فيها تدفق الرياح الشمسية بالوسط النجمي. الغلاف الشمسي مليء ببلازما الرياح الشمسية ومجالها المغناطيسي الخاص بها، وخارج الهيليوبوز توجد بلازما بين النجوم وبروتونات بين النجوم مع الإلكترونات والمجال المغناطيسي بين النجوم. ومن المثير للاهتمام أن فويجر 1 بعد عبورها الهيليوبوز وجدت أن بعض الجسيمات النجمية عالية الطاقة جنبا إلى جنب مع مجال مغناطيسي خارجي. عبرت فويجر 2 منطقة الهيليوبوز في ديسمبر عام 2018 على مسافة 119 وحدة فلكية من الشمس، ووجدت أن المادة الشمسية تسربت إلى الوسط بين النجوم، أي بجانب فويجر 1. تحركت الجسيمات النجمية داخل الهيليوبوز، واكتشفت فويجر 2 جسيمات شمسية خارجها. تبين أن حدود الغلاف الجوي للشمس كما عبرتها فويجر 2 أرق من التي سجلتها فويجر 1. لا يزال العلماء بلا إجابة عن سبب ذلك في الوقت الحالي. هذا هو كل ما حدده فريق المشروع تحت قيادة الدكتور إدوارد سيستون. بعد مقارنة البيانات، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن الغلاف الشمسي والهيليوبوز ليس لهما حدود واضحة، وأن خط التلامس لا يظل ثابتاً، ولكنه يتحرك ذهاباً وإياباً جنباً إلى جنب مع دورة النشاط الشمسي. فوجئ ستون بإصدار الحكم، النظام الشمسي يتنفس. وهذا يعقد الصورة بشكل كبير. كيف يكون هذا ممكناً؟ مركبتان فضائيتان تغلبتا على نفس الحدود أثناء مسار طيرانهما، كل منهما أعطت بيانات مختلفة جداً عن بعضها البعض. يقترح العلماء أن المسبارين الفضائيين وصلا إلى الفضاء بين النجوم في فترات مختلفة من النشاط الشمسي، مما يعني أن الظروف على طول الحدود كانت مختلفة بشكل ملحوظ عن بعضها البعض. وصلت فويجر 1 إلى الحدود بين النجوم خلال الحد الأدنى للطاقة الشمسية، ووصلت فويجر 2 خلال الحد الأقصى للطاقة الشمسية، وهي فترة نشاط نجمي متزايد بفاصل زمني يزيد عن 6 سنوات. أكدت مهمة فويجر أيضاً تخمينات العلماء بأن البلازما في الفضاء بين النجوم مباشرة خلف الغلاف الشمسي أكثر كثافة من البلازما داخل الغلاف الشمسي.
في عام 2012 سجلت فويجر 1 كثافة بلازما أعلى بقليل من المتوقع خارج الغلاف الجوي للشمس، مما يعني أن البلازما كانت مضغوطة في هذه المنطقة. لاحقاً سجلت أجهزة فويجر 2 قفزة قدرها 20 ضعفاً في كثافة البلازما ودرجة حرارة البلازما، كما تم قياسها في الفضاء القريب بين النجوم حيث وصلت إلى 50,000 درجة مئوية بدلاً من القراءات المتوقعة من 15,000 إلى 30,000 درجة مئوية. سلوك المجال المغناطيسي على حافة الغلاف الشمسي مثير للاهتمام أيضاً. كان يعتقد سابقاً أن المجال الخارجي لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالمجال الموجود داخل الهيليوبولز، لذلك توقع العلماء حدوث تغيير حاد في اتجاه المجال المغناطيسي بينهما. لكن فويجر 1 والتي دخلت المجال خارج منطقة الهيليوبولز في عام 2012 صدمت العالم بأسره ببيانات مفادها أن اتجاهات المجال هي نفسها تقريباً من الداخل والخارج. كانت الأخبار غير متوقعة لدرجة أنها تسببت في شك الباحثين، ما إذا كانت المركبة الفضائية قد عبرت بالفعل منطقة الهيليوبولز. لاحظت المركبة الرائدة أيضاً زيادة سريعة في حجم المجال، نمواً سريعاً في شدة المجال بنحو مرة ونصف، أكدت فويجر 2 البيانات. في حدود خطأ القياس لا يتغير اتجاه المجال المغناطيسي عند عبور الهيليوبولز. كان من الممكن أيضاً قياس المجال المغناطيسي خارج الغلاف الشمسي، الأمر الذي كان مفاجئاً أيضاً للعلماء. أظهرت فويجر 1 0.49 نانو تسلا وفويجر 2 0.68 نانو تسلا. لم يتم شرح هذه الحقيقة للعلماء بعد أنه من المحتمل أن يكون الوسط النجمي الواقع خلف هيليوبولز مضطرباً ولا يزال تحت تأثير الرياح الشمسية، لذلك قد تختلف قيمة المجال المغناطيسي في أجزاء مختلفة من الغلاف الشمسي. هناك أيضاً بيانات عن الضغط عند حدود الغلاف الشمسي والهيليوبولز. تبين أن الضغط أقل بكثير مما يشعر به أي شخص على الأرض، ولكن أكثر مما توقعه علماء الفيزياء الفلكية السابقة 267 فيمتو باسكال. تم أيضاً تحديد سرعة الموجات الصوتية حيث تمر عبر هذا الوسط بسرعة 314 كيلومتراً في الثانية، أو أسرع 1000 مرة من انتقال الصوت عبر الغلاف الجوي على الأرض. تلقى العلماء بيانات لا تقدر بثمن، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول أكثر مجالات التناضح غير المستكشفة. لسوء الحظ لن تتمكن فويجر من الإجابة عن جميع الأسئلة لأن فترة عملهم تقترب من نهايتها. في منتصف عام 2020 يجب أن تنفد طاقة بطارية البلوتونيوم لكلا المجسمين وسيتم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال. بعد بضع سنوات سيبدأ العلماء تدريجيا في إيقاف تشغيل أجهزة الفويجرز. ما هو خارج حدود النظام الشمسي لن يتمكن التوأم من فهمه. يقع هذا الحد على الحافة الخارجية لسحابة أورت، وهي مجموعة من الأجسام الصغيرة المتأثرة بالجاذبية شمسنا وتمتد إلى مسافة 200,000 وحدة فلكية من الشمس. ولكن بينما يتجول متجولون لدينا عبر الفضاء بين النجوم، فإن البشرية لديها فرصة للكشف عن جزء من ألغاز الغلاف الشمسي، كما لن تكون هناك صور فوتوغرافية في الغلاف الشمسي وخارجه، قالت سوزان دود مديرة مشروع مهمة فويجر بين النجوم في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا. ليس هناك شيء لالتقاط صور له. قام المهندسون بإيقاف تشغيل كاميرات المركبات الفضائية مرة أخرى في عام 1990 للحد من استهلاك ذاكرة الجهاز. كانت آخر صورة للفويجرز هي البيل بلو دوت الشهيرة، وهي صورة يصعب تمييز الأرض فيها. حتى بعد إيقاف تشغيل جميع الأنظمة ونفاد طاقة البطارية ستستمر الفويجرز في مهمة مختلفة تماماً. في حالة مواجهة كائنات فضائية فسوف يمثلون البشرية الأرضية وسيبلغون عن مكان وجود كوكبنا ومن يسكنه.
يتم تخزين البيانات على سطح 2 من سجلات Voyager Golden Records مع رسالة لسباق خارج كوكب الأرض في شكل إشارات صوت وفيديو مسجلة. هل تعتقد أن السجل سيجد مالكاً جديداً أم يواجه وحدة لا مفر منها خارج النظام الشمسي؟ وهل سيعترف أحفادنا على مصير الفويجرز بعد فقد الاتصال بهم؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات، وسنواصل مراقبة المهمة ونحبس أنفاسنا حتى تستمر لأطول فترة ممكنة. ودمتم في أمان الله.